دمبري دمبري دمبري. النهارده بقى ماهي جات لنا برضو عن طريق الصفحه بتاعت ميس باسكت الجروب. ماهي هتعمل لنا، اولا لازم اعلق على التيشيرت بتاعك اول حاجه، كوني قويه ده. ايوه كده على طول. ماهي هتعمل لنا جمبري شكله رائع، شكله مفرح، وطبعا ايوه ملون كده الطبق وجميل يعني. بعدين في حاجه انا بعشقها اللي هي الشبت. حاضر. في شبت، شبت ده كده هنجيب لطق لاك. طيب ماهي ده باتر فلاي طبعا. هنعمل النهارده جمبري باتر فلاي بصوص الزبده والليمون. اول حاجه هنبدا بالتتبيله بتاعت الجمبري. يلا انا بحاول اساعدك اهو، بحاول اشوف لك بوله ثانيه. ممكن بقى معلش في دي هنتبل في دي، مفيش مشكله. زيت، زيت، ليمون، ثوم مفروم، هو بيسمى باتر فلاي عشان انتوا شاقينه بالنص عاملينه كده بيتفتح من الظهر. وبنشيل الكيس الرملي، بننضفه كويس قوي. اوكي. بنقطه خل، فلفل، وعشان وتسيبي الديل والراس في العمل زي الباتر فلاي. تمام. اوكي. وزبارة ناشفه، كمون، بابريكا. عظيم. بشر ليمون بس مش كتير عشان ما يمررش. مستردة. انا بلع دريق. انا بلع دريق، انا مستنياكم. اوكي احنا بس نبدا نسخن. اهم حاجه كمان يا برضو يا ماهي، بليز قولي لنا تسويه الجمبري بتاخد وقت قد ايه عشان الناس. بصوا بقى الجمبري دقيقتين ونص بالكتير على كل اتجاه، لان لو بقى اوفر كوكت هيشد معانا جدا واحنا بنجلد زي ما بيقولوا. بيجلد في الجلد عم بيشد كده، بيشد. وهنا بنحط لازم زيت مع زبده عشان ما تتحرقش مننا. اوكي. بعدك هنا بصي ياسمين بقى احنا هنحط هنا التتبيله. طبعا هو المفروض لو عندنا وقت نتبله تقريبا نص ساعه، نسيبه في التتبيله نص ساعه. طيب بصي الزبده ابتدت تاخد لون، فارفعها لك احسن عشان ما تتحرقش. احنا على طول اهو ننزل بالجمبري. تمام. وبنحطه على الناحيه المفتوحه بالمنظر ده. اوكي. اوكي. بنقلبه على وش. بنقلبه على وش. اوكي. طب والله العظيم سهل. سهل جدا، ما بياخدش وقت خالص. هو الرك كمان في التتبيله تبقى حلوه، كل ما تخزنيه في التتبيله تسيبيه يعني وقت كفايه. وهو السي فود عامه ما بياخدش وقت كتير في التتبيل. يعني هي نص ساعه كفايه جدا. كم الريحه، ريحه الليمون مع المستردة مع الثوم عملت جو جامد جدا. لا كده كتير. ميرسي منديل. دي شوكه. حاضر نجيب لك شوكه حالا. خدي يا روحي. الطريقه دي ما تنفعش غير جمبري، ما ينفعش مثلا الكاليماري اعمله بنفس الطريقه او هيشد بلح البحر شوية. لا ممكن بلح البحر، ممكن مع سمك الفيليه. أوكي. القشر بياض بتبقى حلوه جدا. اوكي عشان في ناس، بعض الناس بتتحسس من الجمبري او ما بتحبوش. يعني ثواني، انا باكل جمبري ما اكلش سمك. معقول؟ مش غاويه سمك يعني هاتلو. بس انا برضو بحب الجمبري. انما لو الحب جبت. الحب كابوريا جمبري. انا لو جبت لي ورقه مكتوب عليها ايوه لو جبت لي ورقه مكتوب عليها سي فود هاكلها برضه. انا عارفه، انا عارفه انا من عشاق السي فود. لا انا غريب فيكي في السي فود مع الاسف. وبعدين السي فود حلو في الصيف ما بيحررش. لا ومغذي وكله في الفور تحفه. خفيفه كده اوميجا 3 يا جماعه، مغذيه وخفيفه. خليك احنا لا. هنستنى اول ما لونه يبدا يقلب على اورنج شويه بنقلبه الناحيه الثانيه على طول. أوكي. هو ماكسيمم دقيقتين ونص على كل ناحيه. اوكي. ما هي انت بتشتغلي ايه؟ انا عندي كيترينج. اصلا اوكي. حسيت ان في طريقه بروفيشنال في الكلام. مش قصه ربه بيوت جايه تشارك في الفقره. لا لا مش الى ربات البيوت. لا لا وربات بيوت كنت انا حفتي. ما هي سريع سريع كده نراجع. بنحط في الخلطه زيت وليمون وقشر ليمون خفيف. تمام. ومستارده وثوم مفروم وملح وفلفل وملح وفلفل وكمون وبابريكا وكزبره ناشفه. طيب ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وبابريكا وبابريكا.
هو ابتدى فعلا ان هو خلاص يبقى لونه احنا هنطلعه خلاص هنطلعه يعني ثانيه ونطلعه لسه معانا معاك لان احنا بعد ما بنعمل الصوص بننزله تاني ياخد غلوه معاه اوكي اوكي ماشي. طب فين الصوص؟ هنعمل الصوص هعمله في نفس الطاسه علشان ياخد من الطعم بتاع الجمبري زي الميه اللي السمك كده تعمليه في نفس الزيت الجوس اللي نزل من الجمبري ازاي استاذه في الاكل وفي الطشاف اقول لك ايه يا استاذه ليلى استاذه في النظري انا ممكن الشوكه عايزه دي دي احسن اوكي معلش احنا عارفين هو سرعه الاداء في الهواء بتبقى بس شويه مشكلة. قويه ما انا عشان كده اخترت جمبري لان هو من الحاجات اللي ما بتاخدش سوا كتير لا انا بالنسبه لي كمان الاكله دي يا جماعه بغض النظر ان هي ممكن تكون يعني مكلفه سنه بس هي حاجه من الحاجات مثلا اللي الولاد كلها بيحبوها تراكي اتفقتي على الموضوع تراكي كده هو بس الواحد بيحاول يقتصد في الميزانيه اليومين دول الناس كلها بتمر بس انت اكله جمبري خفيفه ما تضرش ما تضرش لا وكمان احنا ادينا بديل قلنا ان نفس الطريقه ممكن يتعمل بيها السمك البياض القشر بياض القشر بياض او الفيليه اوكي يعني قصدي طيب احنا دلوقتي بقى خلاص كده الجمبري تقريبا استوى هنعمل بقى الصوص اوكي نفس الطاسه يا نفس جماعه بالميه اللي نزلت من الجمبري بالظبط هنحتاجها اوكي هنزود تاني زيت اوكي بصوا يا انا عايزاك تشوف ان بصوا منزل الجمبري منزل حاجات وزبده بقى هي اساس الايه الصوص اللي هنعمله اوكي احنا كنا اول مره حاطين مكعبين يعني طوكيو. تقريبا الاكله دي بتاخد قالب زبده 100 جرام ال 100 جرام قالب هتاخد قالب زبده 100 جرام تاني انا ممكن اسيحها بسرعه انا طبعا عندي ختم المطبخ كذا حرقه مش مشكله عادي جدا عشان انا دايما ما بلبسش جلافز وده غلط ما تقلدوناش يا جماعه احنا وهو والزبده بتسيح بننزل الثوم اوكي انت عايزه تعيشي حياتك لا ما فيش مشكله لا ساعديني ممكن معلش اوكي انت عايزه توصلي للون ايه ذهبي ولا بني هو اهم حاجه الثوم لونه ما يغيرش اوكي يعني احنا عايزينه يعني سنه بسيطه أوكي. علشان ما يمررش معانا ذهبي يعني بلونه تقريبا هو ابتدى لان هي الزبده والزيت بصي ليهم لون من الاول بالظبط دلوقتي بقى نحط عصير الليمون ممكن بقى دلوقتي نعلي كده ناخد غلو ريحه الليمون فحفحت فعلا بشر الليمون اهم حاجه انت قلتيها يا جماعه انه بشر الليمون بيمرر يعني مش زي الليمون مش بيدي لا لا دايما البشر عشان فيه زيوت كتير الطعم فيه جاي بقدم جنبه ايه بقى الرز زي ما انت عامله انا عامله معايا رز بسمتي ابيض ممكن بقى رز سمك ممكن رز مصري اي حاجه اوكي ودي سلطه طحينه ولا لا ده صوص ده اكسترا ده صوص زي اللي احنا بنعمله ده الباتر ليمون صوص بس انا حاطه اكسترا كده في باول اللي يحب يزود يحط على الرز وياخد بيبقى حلو قوي اوكي خلاص كده نبدا بقى نحط الكريمه ده ايه بقى دي كريمه لباني كريم لباني كريم الطبخ موجوده في كل السوبر ماركت عايزه اقلبها الريحه يا جماعه مش قادره اقول لكم عامله ازاي الريحه مغريه جدا طبعا بصي في انهيار احب من موقعي هذا اغيظ عادي جدا المخرج ورئيس تحرير ايوه طبعا وكل حاجه في الكنترول روم يعني كان فيه وخلص عارف الحمد لله كان نفسنا تدوب بس احنا هننسفه دلوقتي لا انا والشيف هيساعدك فيه يا حبيبتي بس اظن الباتر فلاي ده ما ينفعش بالجمبري الصغير لا يعني لا ده لازم ولازم بالقشر لازم القشر ينزل طعمه عشان يعطي النكهه دي بالظبط اوكي انا هنا بقى خلاص هزود بس معلش ما انت عارفه معلومه يعني لازم لا 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 ده سؤال عميق سؤال مهم مبسوطه قوي انا مبسوطه انك سالت السؤال ده على فكره انت عارفه ان اغلب شوربه السي فود تعتمد دايما على ما يقول لك ايه حطي راس الجمبري الشريمب حطي راس الجمبري حطي راس السمكه ايوه صح هي دي شوربه السي فود العظمي بتاع السمكه عشان تدي النكهه الفليفر النكهه
فعشان كده هو ده معتمد على قشر وراس الجمبري، ما ينفعش يتقطع. حطيتي ايه ماهي دلوقتي؟ ملح وفلفل بس. كده بس ملح وفلفل. ملح وفلفل. اوكي. امال مرحله الشبت اللذيذ اللي هناك دلوقتي حالا امتى؟ لان انا بموت في الشبت. انت زي ما سمعتيش ده انا اديت قصيده في حب الشبت. على فكره الشبت احنا مش مدينه حقه في المطبخ المصري، مع ان انا مثلا المحشي اللي مش مفيد يعني مش غاويه بقدونس قوي، مع انه مفيد برضه، بس مفيد ده مفيد ده مفيد. انا ممكن اكله كده. لا وتحفه مع السي فود، بيدي طعم مع اي حاجه والله، حتى في السلطه، حتى في اي حاجه. يعني حاجتين احنا مش مدينهم حقهم في المطبخ المصري، الكرفس والشبت، مع ان هم مفيدين بشكل رهيب. احنا هننتقل شويه الصوص. اوكي. ده دقيق متدوب في نص كوبايه ميه، معلقه دقيق بره مش على النار. لا لا، وما تبقاش الميه سخنه عشان ما يكلكعش. أوكي. اوكي، يعني معلقه دقيق متدوبه في ميه بارده عادي. عادي جدا. هنزود. وبصي ما بنحطش كتير مره واحده، ونشوف يعني عشان ما يعملش كمان كلكعه زي البشاميل، لحد ما القوام يظبط معانا وخلاص. لان هو الصوص ده بعد شويه بيتقل لما بيقعد شويه يغلي كتير. بالزبط. فبيتقل. ما هي حاجه النار حاميه يا جماعه. انت بقى بس عالية. يعني تخصصك او العظمه بتاعتك بتبان في السي فود؟ لا لا، كل حاجه، كل حاجة تانية يعني، كله يعني سي فود ولحوم وفراخ كله. أنا جميل. عايزة طب والحلويات؟ الحلويات، الكنافة، التيراميسو، الله، تشيز كيك، كله. الله الله الله، مرجعين نحل والسالدز، كل حاجة. جميل جميل. عايزين نوجه، هفاجئها دلوقتي هتضحك، عايزين نوجه الشكر لبابا ماهي اللي شم الريحة الصبح وهي بتحضر. هتجيبه جاهز وعشن نفسي يا عيني. للأسف بإن ده هيبقى الغدا، بس احنا هنعمل له الغدا عندكم المرة، عندنا احنا المرة دي. بصي الشبت ريحته فظيع 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 فظيع. طب ايه اللي خلاكي تتجهي لموضوع الكيترنج؟ يعني انت شكلك مش كبير اصلا يا ماهي، فامتى تخيلتي ان انت يعني حبيتي المطبخ وحبيتي تنتهي؟ والله بصي يا ياسمين، انا يعني قبل ما يعني ما اتجوز وكده ما كانش ليا علاقه خالص بقى بالمطبخ تماما. بعد كده كلنا خالص تخش على الجوازه ما تعرفش حاجه في المطبخ خالص، وبعدين تتمتع بهذه المهاره. اتعلمت بقى وبقيت اسال مامتي وكده وتعلمت، وبعدين بقى يعني زي اي ام خلفت ما كانش عندي وقت ان انا انزل واشتغل عشان ما اشتبش الولاد وكده، بس فدي لقيتها اسهل حاجه وحاجه بحبها فاشتغلت. لا بس فيها. خلي بالك هي كمان تالنت. ما اي حد ممكن يطبخ ويبقى نفسه في الاكل الحلو، بس طريقه البرزنتيشن والتقديم يعني عايزه حد برضو عنده خلق شويه. لازم بقى ياخد غلوه. انت حطي وانا هوسع عليك. متقلقيش، ده كلام فاخر بالاخر. شفتي؟ ايوه بصراحه بصراحه. طب انتوا معجبين بالشكل، امال احنا نعمل ايه هنا في الريحه؟ الريحه فظيعه في جمالها. عايزه اقول لك ان انا حاسه ان ريحه الدريسنج دي، يعني ريحه الصوص، سوري مش الدريسنج، ريحه الصوص، حاسه اني ممكن احط فيها اسمه ايه اللي ولادي بيحبوه، جندفلي وبلح البحر. ممكن. طبعا. طبعا الريحه. أيوة. دي بتاعت عايزه جندفلي وبلح. أيوة البحر. ايوه، ما انا بقول لك يعني هي قالت ممكن نعمل معاه يعني غير السمك لو مش عايزين نجيب جمبري، ممكن جندفلي وبلح بحر. وبقى تروحي حاطه عيش بقى فينو الحته المكلبزه دي في الصوص ده وتغمسي بقى. صح. احنا تقريبا الباجيت بقى، عارفه العيش الباجيت قطعيه كده وبالهنا. عايزه اقول لك انه ممكن الحاجات الميه اللي نزلت من الحاجات دي كان المفروض نحطها برده، احنا ممكن ناخد دي بس. صح؟ اللون هيقلب شويه على الاورنج، بس بحس ان تدي تيست اكتر. احطها لك. يعني انا بحس ان الناس بتحب دايما تضيف التتبيلات دي لو انت مقتنعه بكده. ايوه سلامة، هم دول اللي فيهم البهاريس. أيوة كلها. صح. انا عايزه منه كاروهات. تحفه تحفه الريحه يا جماعه، والله العظيم حلوه حلاوه. بجد احنا مش بنجامل ماهي طبعا. ماهي اتجنن وكل حاجه، بس بجد ريحته فوق الوصف. لا انا فرحانه بيها بصراحه. امسي ربنا يخليكي. يعني فكره ان انا خلاص مش هنقعد وانتهينا. هو انا مش بقنن مش بقنن ومش مش هاكل ليلى ولا حاجه، هم بس عاوزين يحطوه قريب من الطاسه عشان يبان شكل بيفور اند افتر. احنا خلاص خلصنا، هنغرف مش على البوتاجاز، بس اعتقد ان البوتاجاز النار دي مطفيه. ثانيه واحده ثانيه واحده، لما نعمل تاتش بسيط بقى الى ربات البيوت. ثانيه واحده يعني برضه يا جماعه مش عارفه.
هننضف في بيتنا وننضف في البرنامج. مش ملاحق. مش ملاحق. مش ملاحق يا جماعه. اهو ده السوا وده لما بيخلص. احنا خلاص خلصنا. الغريبه بصوا ياسمين بتدعي دايما انها بتطبخ كتير. لو شفتوا عيالها ما حدش فيهم تخين. لا بس ولادي مش تخان. لا معلش ولادي مش تخان عشان ولادي بيحاولوا ياكلوا اكل صحي وبيلعبوا رياضه. لكن بياكلوا طبعا الحمد لله. بس انت عارفه احنا ضد السمنه قلبا وقالبا فاحنا بنخلي بالنا لكن بياكلوا. بس يعني مش شغاله بقى عشان قاعده في البرنامج وبره البرنامج. لا 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 كده بقى. هو بصراحه انا ليا في الاكل والحاجات دي كمان اكتر. يعني انا مثلا نادرا ما اطبخ مكرونه بالبشاميل محشي ده ممكن يبقى مره في الشهر. لكن الحاجات دي ممكن. ياسمين انا عايزه اقفل. عايزه اقول لكم بقى ان ياسمين النهارده جابت لنا كوكيز الصبح نفطر بيها. شفتي انا اللي عاملاها. شفتي من عمايل ايديها. طب بصي تعالي معلش ممكن شوكه. خليني اساعدك. عايزين شوكه يعني هو عشان ايه عشان الراس ما تتفصلش عن البقيتين جنبها. ما هو بصي هو انا اسفه نفسي اجيب لك اللي انت عايزاه بس حسب المتاح ليا. امكانيات محدوده. انا هحاول اظبط لك الشكل. انا استني بقى ياسمين استني نحط الراس في نفس الاتجاه. مولع مولع. ما خلاص ما الناس شايفين التقديمه. أوكي. هنا علشان ما تعذبيش نفسك. خلاص بصي خلاص نحطه خلاص. كده. اوكي. هي حتى ياسمين مش عارفه تطفي لك البوتاجاز. ودير ودير ودير. بس انتوا خدتوا بالكم اهم حاجه في الاكله دي اخذت وقت قد ايه؟ مفيش حاجه خالص. بصي بقى انا هنضف هنا يا ليلى عشان هجي لك وناكل نفترس. ثانيه واحده. اوكي. معروف طبعا احنا كان معانا فقره اتيكيت دلوقتي يا جماعه. والاتيكيت في الجمبري خلاص هتاكلوا هتفصلوا الراس بالشوكه والسكينه وهتفصلوا الديل بالشوكه والسكينه. بس انا وليلى دلوقتي مش هنعمل كده خالص. ادي الشوكه ادي ويا ريت هند المؤيد تكون مشيت من المدينه مش معانا دلوقتي عشان ما تزعلش مننا. وادي الورق. ايوه هجيب لك حالا. بس انا حاسه ان احنا ايه ناكل من السخن. السخن صح. طبعا. بس طبعا لا شوكه ولا سكينه حضرتك ماشي. الامكانيات. الامكانيات يعني لا مش حكايه امكانيات. حكايه ربنا خلق لنا ايدين ناكل بيها. معلش سوري يعني. وعلى فكره سوري يا حبايبي. وعلى فكره هو السي فود والحمام بصراحه صعب قوي. مباح جدا عشان الوقت بيخلص. عايزين نلحق ندوقه بالهنا والشفا. تعالي انت رايحه فين؟ احنا نلغوص اسره مع بعضينا. ميرسي ميرسي يا ماهي. دريا والله حاجه روعه روعه روعه. دلوقتي نبدا اللغوصه. هنحرمكم من اللقطه دي. وهنحرمكم من اللقطه دي ونشوفكم بكره على خير ان شاء الله. باي باي.